يلا بينا، مرحبا مرحبتين وتلاتة. وقعدة الصحاب بتكبر كل يوم عن التاني، والنهاردة بقى معايا المفاجأة بتاعت كل مرة، أحمد البدوي. مفاجأة اعملوا نفسكم مفاجأة متفاجئين يا متقدمة. جماعة، أحمد البدوي. مشروع يا جماعة. ومعانا بقى المفاجأة الكبيرة النهاردة، صديقنا العزيز. فعلا النهاردة العمالقة يلتقون. معانا النهاردة حد عزيز علينا، وإن شاء الله داعم ومقوي للبرنامج كبير جدا، الأستاذ محمد رمضان. تحياتي ليك يا حبيبي، نور الدنيا كلها. ده يشرفني ويسعدني، وتحياتي ليك وتحياتي لاحمد. وسعيد جدا ان نكون استنى. على طاوله واحده، وان شاء الله باذن الله مزيد من التقدم والنجاح ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك يا رب. طبعا الحديث بيننا كان شيق وجميل قبل كده، اكيد سواء اكيد تلفونيا او سواء لما التقينا. انا ممكن اعترف بحاجه على الهواء، هو انا اتفاجئت ان احمد موجود، واحمد اتفاجئ ان انا موجود. دي مقالب الشرق على حاجه جديده. اقول لك على حاجه، ده كل قعده صحاب. الصحاب لازم الصاحب يصيح لصاحبه طبعا. تصيح لي اقول له قابلني بره، تقول لي بتصل بيك بقى 3 ايام ما بتردش. عليك قبضت عليك قبضت علي. نورنا يا حبايب، والله العظيم ربنا يجمعنا في الخير دايما. من اجمل البرامج اللي بعزها برنامجك، في معلومه جميله جدا، وحلقه النهارده كانت تحفه، من اجمل برامجك كلها يا شاذلي، بحبه جدا، منظم وادائك عاجبني جدا جدا جدا، وسعيد ان انا معاكم قعدة صحاب معاكم نشوف نتكلم فيه. احنا كمان بص بقى، نتكلم في قعدة صحاب ولا هتدبسنا على الهواء؟ بص احنا يعني احنا على انت ورزق. بص احنا بنيجي كده سايبينها على الله، ولا مع كلنا مع ربنا، كلنا مع ربنا. بص بقى يا باشا، دلوقتي طبعا احنا شايفين ان كاعلاميا حضرتك قايم بدور جميل جدا، وبتحاول ان انت تطور وتقدم مش لوحد حاجه جديده، مش لوحد، ما هو كيان بقى، مش لوحد، احنا بنتكلم على كتير كيان كتير، اداره وقناه، وعلى فكره كل اللي عمل ده الفنيين اللي موجودين هنا بايديهم، حاجه رائعه جدا الحمد لله. وانا كنت متابع على الهاشتاج بتاع عاش، طبعا شفت الكلام، كان كلام جميل جدا. هو عاش عاش ايجابي، وانا بحب دايما الشيء الايجابي او الشيء المنتج او الشيء اللي بيدي طاقه ايجابيه وفعاليه للناس، لان انا عندي ثقه ان اي حد فينا جواه طاقه لو استغلها كويس هيكون ناجح فيها بعيد عن اي شخص اخر. جميل. ده يقين جواه، كل واحد مننا عنده ميزه مش موجوده عند حد تاني، ايا كانت الميزه. بالزبط. ممكن تبقى الميزه في صوت، ممكن تبقى الميزه في شكل، ممكن تبقى الميزه في لبس، ممكن تبقى الميزه في فكر، ممكن تبقى الميزه في توجيه، ممكن تبقى الميزه في اختيار، ممكن تبقى الميزه في حاجه معينه، هو لو ركز في الميزه اللي عنده دي هينجح فيها جنب اي حد. صحيح. فانا بشتغل بكده. عم احمد البدوي، قعدنا ده استاذ، قعدنا المره اللي فاتت واللي قبلها قاعدين نتكلم بقى، بصوا ايه نجيب في سيره بقى القهوه اللي قافله، واللي قاعدين في البيت، والرجاله اللي ابتدت تقول انا زهقت من شغل البيت وزهقت من قعده البيت والكلام اللذيذ ده كله، كنا بص هنتضرب ايه احلى علق. ومن حسن حظه ان انا شفت حلقه النهارده، عمال يقول الزوجه تعمل اللي الزوج ما 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 يزعلش منه، والزوج يعمل اللي الزوجه ما تزعلش منه. انت عامل ايه في البيت في الفتره دي؟ زي الفل. انا كده عامل ايه بس؟ انا كده كده خدت كورسات منزليه. بص وحالة حدش ولا اتعلمت كم اكل؟ لا 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 بص اتعلمت كم اكل؟ بص المواعين لازم بميه سخنه. انا المره اللي فاتت برد ليه؟ المره اللي فاتت لسه بقول له قام جاي قال لي لا 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 انا ابتديت اخاف عليك، انت ابتديت، بقول له ريحه اللحمه وهي بتتشوي وريحه الفراخ وهي بتتلفف، قال لي بس انا ابتديت اخاف عليك. فطب بقول لك ايه؟ عايزين بقى احنا، طب خلاص احنا بنحاول ان احنا نقدم الدور الاعلامي، طيب ما تيجي كده نشوف اللي قاعدين في البيت ممكن يبتدوا يعملوا ايه، سواء اطفال او سواء كبار، واحنا طبعا اللغات عندنا زي الفل، مهارات استخدام الكمبيوتر زي الجمال كله جدا، وعندنا بقى حاجه انا بركز عليها وفعلا كنت بدي فيها محاضرات في الجزئيه دي لان انا مهتم بيها جدا، حاجه كده انا بقول عليها الباور بتاعت السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ماشي، رايكم يا جماعه نعمل ايه؟ السوشيال ميديا طبعا نبدا. ابدا يا ابو حميد. طب ما تبدا نقعد بقى نقعد. لا والله مجالك ربنا يعزك، لا كلامك لا اصل احنا وانا بتعلم منك فيه. لا العفو العفو، ربنا لا بجد حقيقي ذوقك هنطبل اللي بعد بس. لا مش بطبل والله، دي حقيقه دي حقيقه. محمد كويس كويس، احنا بعد الحلقه هنشوف الموضوع. عارف طبعا هنظبطها. ماشي. بص هو احنا عندنا فرصه حلوه، وكل الناس دلوقتي اللي كان عندها حجج، وانا وانت واحنا كلنا منهم، مفيش وقت، انا نفسي اخد كذا، عايز اتعلم كذا، عايز اتعلم مثلا كورس في حاجه، عايز اخد لغه،
عايز اتعلم مهاره معينه او برنامج معين في المونتاج او في غيره او في اي حاجه، في اي حاجه في الدنيا، في الطبيخ، في الكروشيه، في اي حاجه، رجاله وستات، كبار وصغيرين، عندنا وقت كافي جدا دلوقتي. والانترنت عموما، السوشيال ميديا وغيره، مليانه معلومات ومعلومات قيمه ومتنوعه العرض. يعني في ناس بتعرض باسلوب يناسب بس محمد، في ناس بتناسب احمد، ايا كان. فانت عندك كل الاساليب وبكل اللغات. فعندك فرصه كويسه جدا دلوقتي انك تحط تارجت قدامك وتحطه كده، انا عايز اتعلم ايه. ويا سلام بقى لو هتعلم ده كمان مع حد من البيت، مع ابني، مع بنتي، مع مراتي، مع اخويا، مع اختي، ناخد كورس سوا. انا ممكن ناخد كورس سوا دلوقتي، عندنا الوقت لده، ناخد الكورس ونذاكره سوا ونعدي من الفتره دي طالعين منها عندنا اضافه حقيقيه ومشاركه كمان مع الناس في البيت. عندك بقى زي ما انت عايز بقى. طب زي ما بيقول لك، لو دي نهايه العالم انا هستفاد ايه لما اقعد اخد كورسات دلوقتي؟ ما اللي خدوا كورسات ما هم قاعدين هم زيهم زينا في البيت. لا ده الدين بيقول برضه، مش فاكر هو حديث او مقوله، لو قامت منكم القيامه وفي يده فسيله فليزرعها. يعني حتى لو القيامه هتقوم وانت في ايدك زرعه، زرعها. ما مش بتاعتك، مش بتاعتك بقى نهايه العالم، مش بتاعتك احنا في نهايه الكون، مش بتاعتك. لو نهايه العالم برضه على ما قلتك انت، ما انت ممكن يكون ناقصك بعض المعلومات، ما انت هتحاسب على دينك وعلى علمك وعلى مالك وعلى اولادك وعلى اسرتك. طب بالعكس، ده انت تحاول في الفتره الاخيره دي تعمل كل شيء صح، تعمل كل شيء انت ما كنتش بتعمله قبل كده. بس قبل ما اخش في النقطه دي، انا عندي نقطه عايز اتكلم فيها. هو اللي احنا فيه ده اكتشفنا فيه ايه؟ يعني احنا اكتشفنا ايه الفتره دي؟ عندنا نقص في حاجات كتير. اللي مثلا اللي كان عنده مشكله في المناعه، لا زي ما كنا بنتكلم، لا مش ده اللي اقصده. احنا اكتشفنا ايه؟ اكتشفنا ان في حاجات كتير قوي، ان من اول بقى الدول وقوتها. لا انا كمستوى شخصي، يعني على مستوى شخصي. طب انا سهل السؤال. كتير مننا كان حاسس ان لو عاش بدون رفاهيات الدنيا هتنتهي. عاش بدون تكاوي والخروجات، حاجات خطأ، مش رفاهيات وشهوات وحاجات كتير جدا، انتهت. انت بقيتش تنزل تتفسح، بقيتش تنزل تشتري، بقيتش تنزل تمشي في الشارع حتى، بقيتش تروح نادي، بقيتش تروح كافيه، ما بقيتش تروح تاكل في مطعم، ما بقيتش تروح تسهر في مكان، ما بقيتش تروح تشرب حاجات معينه. هقول لك على حاجه، الفتره دي هل في سهره في كافيهات؟ لا. هل في خيانه زوجيه؟ الله اعلم. لا انا بتكلم بجد، مفيش فايده والله. يعني لا بتكلم بجد مفيش. فالفتره دي لا، الدنيا اقل كتير طبعا، في حاجات كتير مفيش. كله خلاص بينجو بنفسه. تمام، هو التركيز فعلا على الحاجات اللي هي كانت الفتره اللي فاتت، من حاجات اللي هي المشتتات اللي هي عن سبل الحياه او الاساسيات اللي احنا عايشين عشان خاطرها، كان في تركيز عليها كبير جدا. لكن دلوقتي فعلا احنا مهتمين بالحاجات اللي هي هتفيدنا او هتنفعنا. اللي هتفيدني انا كمستوى شخصي، اللي هتفيد اسرتي، وبقى الشغل الشاغل، ودي بقى الدرس اللي كله اتعلمه. انا معايا كام؟ هيعرف يعيشني كام يوم؟ بالظبط. هيعرف يعيشني الفتره قد ايه؟ من اساسياتي، وبقيت اجيب الاساسيات فقط، ما بجيبش الرفاهيات وما بجيبش الحاجات اللي انا مش محتاجها. انا ليه بوضح النقطه دي؟ عشان اخش بعد كده انا استفيد بقى بالفتره دي ازاي؟ دي وصلتنا لنقطه، انا بقيت خلاص اكتشفت ان انا عندي وقت فاضي، اكتشفت ان انا بعرف انظم، اكتشفت ان انا اعرف اعيش بالمبلغ اللي بيجي لي ان كان كبير او صغير، اكتشفت ان انا ممكن اعيش في ظروف معينه، ان كنت هاكل ايه او اشرب ايه، بس اللي يهمني الاكل يكون كويس والاكل يكون نظيف، يهمني ابني يكون نظيف، انا اكون نظيف، البيت يكون نظيف، يهمني اكون واخد بالي وحريص وانا بسلم على اولادي او انا جاي من بره، او حاجات كتيره جدا من صفات اتغيرت داخليا وخارجيا علشان بتعامل مع اللي قدامي ولا اذيه ولا يأذيني. بس وصلتنا لمرحلة نظام. مرحلة النظام دي بتقول لك ان انت ممكن تتأقلم مع اي وضع وتعيش مع اي وضع وتستفيد منه. ده كله انا بقول عايز اروح للفترة الفكرة انت بتقول عليها كسوشيال ميديا. بقى عندي وقت فاضي، بقى عقليتي منظمة، بقيتش بفكر في مشاكل صغيرة، بقى تفكيري كله في مشكلة او اتنين، فخلي الوقت اللي باقي انا اتعلم، اولادي يتعلموا، زوجتي تتعلم، ابدا اشوف مهاراتهم. انا واحد من الناس اكتشفت انا عارف ان جنة بنتي بترسم كويس جدا، بس الفتره الاخيره دي لا، اكتشفت ان هي وصلت. يعني لو كنت اخر مره شفت رسمتها مثلا من 5-6 شهور، لا دلوقتي شفت مرحله غير طبيعيه في الرسم. مستني الفتره دي تعدي علشان اخدها اوديها مكان
خلاص تنمي فيه الكورس ده، بقيت كل يوم اقعد لا طب نرسم دي كده، نعمل دي كده، اجيب لها حاجات من على يوتيوب، اجيب لها حاجات من على الفيسبوك، من على السوشيال، تعالى نرسم، تعالى طب تعالى نشوف دي، طب تعالى نقلد الرسمه دي. ده ما كنتش بعمله قد كده بحجه ما عنديش وقت، بحجه ده موضوع تافه، بحجه مش فاضي، بحجه يعني هي هتعمل ايه بالرسم، بحجه بحجه بحجه. لا المواضيع دلوقتي بقت مختلفه، نفسي، بيتي، اولادي. بالظبط، الله ينور عليك. انت اعجزت فعلا. هي الاولويات اتغيرت. الاولويات اتغيرت. هي الفكره ان انت بقيت ابتديت تشوف بقى عندك مساحه كده من النور، شباكه بقى اوسع شويه، انك تشوف حاجات تانية بقى هي هي الاهم، وما كنتش مديها الاولويه في الوقت ده. هي الكسبانه. هي 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 التجاره الكسبانه اصلا. أكيد. سواء لشخصك او للناس اللي انت مسؤول عنهم او الناس اللي حواليك، وبالتبعيه بعدين بترمي قدام مستقبلك ومستقبل ولادك حاجه احسن. ده اكيد يعني. صح بالظبط. اكتشفت ان اللي في الشارع اللي انت مثلا كنت بتقضي معاهم وقت كتير مش هم دول اللي باقيين لك قد اللي انت بقيت فعليا يعني بتحصل نتيجه اللي هم كانوا بيعملوه خلال الفتره اللي فاتت، سواء كانوا مهتمين بنفسهم فعلا في حاجات ناقصاهم ولا لا. ابتديت تعمل حصر للحاجات دي كلها وابتديت تعدل عليها فعليا. بس برضو عايزين نركز على دور السوشيال ميديا. يعني احنا شايفين الموضوع ان اغلبنا بقى مثلا احنا ككبار في ايدينا موبايلات، والاولاد بقى معاهم تابلت، تمام، كلنا فاتحين النت 24 ساعه. انا اقول لك حاجه يعني باي ذا واي كده، احنا دلوقتي في برنامجنا كنا نطلق مبادره جميله قوي اللي هو اعمل انت والله هو اعمل الصح فعلا. يعني ايه ممكن نقول ايه؟ اتعلم انت واولادك، اتعلم انت واولادك مثلا او ايا كان اللي هو ايه. احنا دلوقتي سواء ممارسه الرياضه، احنا دلوقتي في كورسات كامله سواء على تطبيقات على الموبايل او كفيديوهات على اليوتيوب وغيره. بالظبط، فيها شرح لكورس رياضي كامل. يعني كان شفت قبل كده كان فعلا في تمرين عباره عن مشي. بيقول لك تفاصيل مايل يعني تقريبا. خلينا نختار بس الاول، خلينا نختار هو عشان بنتكلم عن السوشيال ميديا بشكل عام. لان الموضوع مش كده، ما هو السوشيال ميديا زي ما فيها شيء ايجابي فيها شيء سلبي. صحيح فعلا. الفتره دي احنا نستغل الشيء الايجابي، خصوصا ان احنا بقى الصوره الذهنيه عندنا انا عايز حاجه كويسه، العقل الباطن عندي انا مش عايز اشوف حاجه سيئه. بقى هدفي كله ان انا عايز شيء انا استفيد منه والاولاد يستفيد منه، فاوريدي عندي يا دوبك بس مستني حد يوجهني ان انا انفذ كذا. يعني خلاص بقى العقل في البيوت كلها انا عايز اعمل الصح، زي ما بتقول كده مبادره تعمل الصح، انا عايز اروح للصح خلاص مش هروح لحاجه غلط. فنوجهه الاول ايه الصح وايه الغلط. أكيد. يعني اروح على شيء استفيد منه غذائيا وعلميا وثقافيا ورياضيا و و و ما اروحش اتفرج على وعلى 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 وعلى، لان ما بين السيء الكويس والسيء هو تقريبا كله موجود قدامك، كله موجود قدامك، كله موجود قدامك. فنختار يعني على سبيل المثال ابلكيشن زي الابلكيشنات التيك توك اللي موجود دلوقتي على الساحه والكسر، مستخدم بطريقه سيئه جدا بعيدا عن ما يستخدمه اللي بيستخدموا طبقات معينه، ان كانت طبقات ريتش او طبقات عاديه او ايا كان، عشان ما يقولوش عليها عنصري او بتكلم عن عنصريه بس. ولكن التيك توك الفتره الاخيره كان مصدر المظهر السيء عن المصريين. يعني لو جبنا الابلكيشن كله هو نفس الابلكيشن على فكره ممكن يبقى حاجه كويسه. ما هو ده اللي بتكلم فيه. وبالتالي احنا عايزين نوجه دعوه لبعض يعني الشخصيات اللي هي مشهوره في المجال بتاع التيك توك ده، ونفتح معاهم باب نقاش، لان هو طالما له فولورز ينوروا طالما له فولورز يقدر ينوروا. بس هو زي بدل ما بيقدم شيء سيء هو يقدر يقدم شيء هو بس مش شايفه فيه. يعني هو ممكن يكون مش شايف الحته دي احنا نعمل، بس هو شايف ان هو ممكن بيهزر بيعمل مقلب بيعمل الكلام ده كله. اوكي ما هو كان رد حد منهم بيقول لي انا بحاول انشر بهجه، بحاول، فهو بس بالظبط زي ما احمد برضو كان بيقول موضوع المعايير. ايوه يعني معيار. هو عشان كده بقول لك هو محتاج التوجيه. بالظبط. ان كنت انا هشوف او كنت انا هقدم. طب هو محتاج التوجيه، محتاج توجيه ولا ممكن يكون توجيه من غير مباشر، ان يبقى في ناس تانية تعمل الصح، يعني تعمل الحاجه الحلوه نقتدي ببعض. اوكي تطلع شخصيه جديده وتقدم كويس. اوكي يبقى توجيه غير مباشر، تطلع شخصيه جديده وتقدم. يبقى احنا كده اعتمدنا على الله، اتفقنا على ايه؟ على جزئيه حلوه قوي، ان احنا هنطلع مبادره، تمام، مننا احنا كده احنا الثلاثه نعمل الصح
ما تيجي نسميها يلا يلا نتعلم سوا مثلا. يعني انا هدفي بس ان الفكره تبقى طب هننزلها، ما تعلمش لوحدك، ننزلها النهارده على صفحاتنا احنا الثلاثه. فكري مين و... حلو فكري مين. حلو لذيذ. احمد افندي باشا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله والله زي الفل. استاذ محمد حبيبي، هتجيلنا تاني ان شاء الله اكيد. خلاص وعده على الهواء. فقره سريعه بس لذيذه حبيبي والله، انت اللي منور الدنيا حبايبنا. احباب واصدقاء برنامج اسعد قلبك مع الشاذلي، احبابي واصدقائي انا واستاذ احمد واستاذ محمد، استنونا دايما معاكم ونحاول ان احنا نسعد قلوبكم. واسعد قلبك مع الشاذلي، السلام عليكم.